ظهور قناة جديدة على القمر الصناعي النيلسات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بقناة محمد تيوب لأحدث الترددات على القمر الصناعي النيلسات. في بداية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نعرض لكم اليوم ظهور قناة أفلام جديدة على القمر الصناعي النيلسات، تابعوا معنا لنهاية هذا الفيديو لنتعرف على هذه القناة وطريقة إدخال التردد. من زر المنيو بالريموت تظهر معنا قائمة التركيب. نذهب إلى قائمة الترددات. لإضافة تردد جديد نضغط على الزر الأحمر الموجود بالريموت ونقوم بإدخال التردد. على معدل ترميز 27500 والاستقطاب أفقي أو حرف الأتش، ونضغط موافق لإدخال هذا التردد. ظهرت رسالة بأن التردد موجود مسبقا، نقوم بوضع إشارة الصح أمام التردد ونضغط على الزر الأزرق الموجود بالريموت. البحث عن الشبكة نجعله مغلق، نوع القناة نجعلها مجانية، ونضغط موافق لنبدأ عملية البحث على هذا التردد. ظهرت 15 قناة على هذا التردد، نضغط نعم لحفظ عملية البحث. نعرض لكم اليوم ظهور قناة جديدة رائعة ومميزة تعرض العديد من الأفلام العربية الرائعة. ظهرت معنا قناة العاصمة أم جي. قناة العاصمة أم جي قناة جديدة ظهرت على القمر الصناعي النيلسات، شاهدوها وتابعوها على تردد 11640 على معدل ترميز 27500 والاستقطاب أفقي وحرف الأتش. بالنهاية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.